يقول: ما هو الدليل على أن من أقام في بلد أربعة أيام أو خمسة يتم والشارع أطلق كلمة السفر؟ وما صحة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر شهرا في تبوك؟ الدليل على أن المسافر إذا نوى أربعة أيام يقصر وأنه لا ينقطع السفر بالأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام حجة الوداع قدم في صبيحة رابعة من ذي الحجة، وأقام بالأبطح إلى يوم الثامن يوم التروية يقصر الصلاة، دل على أن الإقامة إذا كانت أربعة أيام فأقل لا تقطع السفر، وأما إذا زادت على أربعة أيام فترجع إلى الأصل، الأصل أن المقيم يتم الصلاة، هذا هو الأصل، وهذا مقيم فيرجع للأصل في المقيم وهو أنه يتم الصلاة. وأما إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح 14 أو 18 يوم يقصر الصلاة، وفي تبوك 20 يوم يقصر الصلاة، الرسول ما نوى إقامة وإنما أقام يترقب أحوال العدو ولا يدري أي ساعة يحصل المواجهة بينه وبين العدو، لأنه في حالة غزوة حنين في مكة وغزوة تبوك مع الروم، الرسول ما نوى إقامة محددة في مكة أو في تبوك، وإنما أقام يترقب أحوال العدو ولا يدري في أي ساعة يحصل المواجهة بينه وبين عدوه. نعم.